السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل زوار ومتابعين مدونة عربتكم الكرام ومجتمع حاجز كل أمن المعلومات. يا رب كلكم تكونوا بخير. تعرف إن ممكن يبقى فيه خطوط باسمك في أي شركة من الشركات الأربعة وأنت عيني ما تعرفش أي حاجة عنها، وفي ناس بتستعملها وممكن تعمل بيها مصايب وأنت اللي تتجاب ويتعمل معاك الغلط، في حين اللي كان معاه الخط أصلا اللي هو أساسا مش باسمه والخط باسمك هو نايم في البيت مستريح ولا كأن في أي حاجة، وحتى لو أثبتت كده بس أنت برضه هتخش في سين وجيم بهدله وبتاع ومواضيع كده يعني ملهاش لازمه. انا واجهت حاجه زي كده، تعال اقول لك ايه اللي قابلني وازاي تعمل اللي انا عملته. بس قبل ما اقول لك ونبدا، من فضلك ادعمني بانك انت تعمل لايك وكومنت على الفيديو ده واشترك في القناه وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. الموضوع بدأ معايا لما كنت بعمل حاجة في أحد فروع الشركات الأربعة، لا داعي لذكر اسم الشركة أنهي، ولكن كنت بعمل حاجة في أحد الفروع وقلت كده صدفة جت في دماغي أستعلم عن الخطوط اللي باسمي، وهنا اتفاجئت إن في 3 خطوط باسمي أنا معرفش عنهم حاجة، والخطوط دي شغالة وأصحابها بيستعملوها. طبعًا هنا الواحد دماغه تودي وتجيب، طب هل الخطوط دي مع ناس محترمة؟ طب هل الخطوط دي مع ناس مش كويسة بتعمل بيها مصايب وعليها مشاكل وعليها محاضر وبتاع؟ فالواحد قلق طبعًا من الموقف ده، لأن الخطوط قانونًا هنا هي باسمي مش باسم الناس اللي معاها الخطوط دي اللي هي بتستعملها، ولكن الحمد لله في موقفي قدرت ان انا احل الموضوع ده بان انا كلمتهم هما الثلاثه، 2 منهم قابلتهم واتنزلت لهم عن الخطوط في الفرع، والثالث رفض انه يجي يقابلني معرفش ليه فسحبت الخط وقفلته، وبعدها رحت لكل فرع من فروع الشركات الاخرى واستعلمت عن الخطوط اللي باسمي والحمد لله ما لقيتش اي خطوط تاني باسمي، بس انا اطمنت. فعايز اقول لك خلي بالك من الموضوع ده وروح كل فرع من فروع شركات المحمول الاربعه الموجوده في مصر واستعلم عن الخطوط اللي باسمك، وخلي بالك هنا ان ممكن الموظف يرفض او يستعبط عليك، علشان لو في موقف زي كده انت اكيد طبعا ممكن تسحب الخط وده هيسبب مشكله للموظف اللي قاعد لو جه اللي معاه الخط وعمل مشكله وبتاع، فهو بيريح دماغه والشركه بتريح دماغها وبتخلي الموظفين يستعبطوا والموظف نفسه بيرفض انه يديك اي معلومات ويستعبط عليك عشان ما يحطش نفسه بمشكله. المهم لو قابلك الموظف ده وحسيت انه بيرخم عليك وبيمتنع انه يديك معلومات من حقك انك تعرفها، خش مباشره للمدير وقدم شكوى وما تخرجش من الفرع الا لما تعرف الخطوط اللي باسمك ايه هي، عشان لو لا قدر الله لقيت خط من الخطوط متسجل باسمك وعليه مشاكل ومحاضر وكده تعرف تتصرف بسرعه وتخرج منه بالطرق القانونيه. والخطوط دي بتكون متسجله من ايام ما كنا بناخد الخطوط متفعله جاهزه من غير ما نسجلها وبتاع، ومنها بتبقى خطوط اتقفلت ورجعت للشركه وخلاص الموضوع خلص ونزلت السوق واتباعت، بس هي لسه متسجله على سيستم الشركه باسم صاحبها القديم. بس كده ودي حاجه واجهتني فحبيت اشاركها مع الناس عشان الناس تاخد بالها وما تقعش في موقف يعني ملوش لازمه انها تقع فيه مستقبلا، ولان محدش اتكلم في الموضوع ده فياريت تشيروا الحلقه دي مع الناس كلها عشان الناس كلها تشوفها وتستفاد. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اشوفكم على خير في حلقات جايه كتير. المهم قبل ما تطلع ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.